الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلوات الزاكيات على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين، إهداء إلى المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام وشيعتهم ومحبيهم، ولقضاء الحوائج واستجابة الدعوات ندعو لمولانا الإمام المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وعجل فرجه واجعلنا من شيعته وأنصاره وخدمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. في الليالي الماضية بحمد الله وفقنا لبيان وإسماع واستماع حالات هذا الرجل الصالح بتعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل صالح من أصحابي يدفن بسور قسطنطينية. بعد تريد مدح توثيق أفضل أحسن أهم من توثيق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبي ده بل يصرح أنه صالح، رجل صالح. أي فبحمد الله. طبعا صحيح الاسم عنوان أبو أيوب، لكن إيش ذكرنا؟ شنو ذكرنا؟ معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله، استشهاد شهادة بإمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وإلى غير ذلك من الأمور المرتبطة بآل محمد. فرد كلام أكو في حقه، هذا خلية الآخر آخر ليلة اتفاقا بارحة من نزلت من المنبر، واحد من الأخوة قال بلي يعني أشار إلى هذه النقطة، نقطة ضعف ذكر موقعا في حق أبي أيوب، لكن بغلظة غليظ ملتفت. قال الأخ العزيز الحبيب أشياء لا تخلوها ببالكم، إذا عسى ربما واحد من خارج المجلس يقول ملتفت، ممكن يقول شنو هذا أبو أيوب تحكي هالقد عنه، مع أنه كذا وكذا عسى أقول شنو كذا كذا واحد كذا على كل حال.
الأخ العزيز قال بأنه أنا قريت بالكتاب، التفت أن أبا أيوب كان في جيش يزيد، حارب في جيش يزيد. على كل حال ظاهرا احتمالا الأخ العزيز في المطالعة في القراءة مشتبه، يولي قايل له مشتبه، يريد يغلط المسألة. يا يزيد، يزيد وينه؟ وين سنه ملتفت 51 للهجرة؟ شهادته إما 51 أو 52 أو 53 حسب اختلاف الروايات. وين ذاك عنها؟ التفت بلي متى بويع له؟ سنة 60، نص رجب من 60 معاوية مات، فأخذوا البيعة لابنه اللي 61 شهادة سيد الشهداء عليه السلام. ففاصلة كثير، هذا أول. لكن يحق لك أن تقول المشكلة ما انحلت، لأن أبوه بجيش أبوه. في نفس المسألة المشكلة هنا فعلا، يعني أنا واحد يقول بجيش فلان كان وجيش يزيد كان، مسألة هواية من ناحية الإعلامية يختلف، يعني بعدها تعرف. فعلى كل حال سنجي بالنسبة إلى هاي المسألة، علماء متعرضين بهذه لهذه المسألة، أنه فضل ابن شاذان رضوان الله عليه، فضل ابن شاذان وين مدفون؟ أحسد بن شابور، اللي الإمام العسكري عليه السلام يقول إني أغبط أهل نيشابور لوجودي لمنزلتي فضل بن شاذان فيها. كان حوزة نيشابور ذاك الصوب قلبهم فضل بن شاذان. ها إذا رحت زور فضل بن شاذان ولا تسمع ما تشكيكات وكذا، تشكيكات مو في أصل فضل، إن شاء الله جدا ينبغي لأن إلى حق عظيم على المذهب فضل بن شاذان أن نذكر ترجمته في ليالي متعددة من جهات متعددة إلى حق على المذهب علينا. يعني على كل حال فضل بن شاذان بلي قايل بأنه هذا شلون راح في تحت لواء الأبو التفت فقتل هناك، هو مجاوبها، هو مجاوب. أصل الإشكال شوية أقوي الإشكال، أقوي المناقشة. شنو المناقشة؟ أصل المناقشة شنو؟ جهاد في سبيل الله، رايح جهاد. مناقشة هنا الجهاد هذا يحتاج إلى شرح، لكن على الاختصار فعلا أبين تلتفتون للمطلب. جهاد بل كم مصداق به واحد، الجهاد الابتدائي، التفت، جهاد الابتدائي يعني ولي أمر المسلمين الإمام المعصوم سلام الله عليه وعليهم كلهم المعصومين عليهم السلام، إذا كان مبسوط اليد خوب بلي كل سنة كذا لازم أولا يوعظ الحكومة الكافرة، يوعظ حكومة روم غير ذلك، يوعظهم ينصحهم يدعوهم إلى الدين ما قبلوا يهجمون عليهم، هذا حكم
لكن خو ما صار هذا في يعني الأئمة عليهم السلام ما صاروا مبسوط اليد. أمير المؤمنين عليه السلام 5 سنين ابتلي بما ابتلي، ما التفت من الحروب الثلاثة، الجمل صفين ناكثين وقاسطين ومارقين، اللي قولوا وياي هذا صاحبنا أبو أيوب كان حاضر في الثلاثة، وحتى في الثالث يعني في نهروان في المارقين أمير المؤمنين عليه السلام طال لواء قال لهم يا جماعة، أعلن أمير المؤمنين للخوارج يا هو اللي يجي تحت لواء أبي أيوب أيام فضيلة لأبي أيوب، فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام أيضا، قال للأم يا هو اللي يجي تحت لواء أبي أيوب آمن يا جماعة، أي أصحاب الجباه السود من دبل الخوارج هيك كانوا أظن 8000 يذكرون، إيه قريب اليقين العدد هذا، وإلى الأصل مطلب يقين، إجوا تحت لواء أبي أيوب يعني تابوا. التفت على كل حال، فهبلي ما خلوا أمير المؤمن عليه السلام، لكن الجماعة بني أمية بن العباس هذول تدري قضية الجهاد الابتدائي واية لهم فيها منافع، فلوس عشرات الآلاف، لأنه من مثلا مدينة دولة كذا صير كلهم تحت لواء الإسلام، خراج المقاسمة وأمثال ذلك، زكوات وهذا تروح بيت مع المسلمين، أوه هذا بيت المال صير مليء من الأموال. هارون الشاني يقول الرشيد ليس الرشيد رشيدا في سياسته، كلا ولا ابنه المأمون مأمونا. على كل حال سحابة من تجي كان يقول لها يا سحابة اذهبي شرقا أو غربا وين ما تمطرين نتيجة تجي عندي، يعني بيت المال. التفت فواحد لا يقول شلون كانوا ليش كانوا يجاهدوا جهادهم، إيه جهاد عجيب مخصوصا أيام المعتصم وحتى أيام الأبو اللي ذكرناه قبل شوي كان عندهم جهاد. وكثير من الموارد تخطيط كان بسبب مثلا واحد من الموارد الجهاد الابتدائي أيام الثاني اللي حاربوا إيران ذاك الوقت، اسم إيران مو إيران، ها إيران ايش وقت سموه إيران يمكن قبل 150 سنة شيء، الأسماء ما أقول مسألة كذا سياسة لاصي، رادوا يسمون أفغانستان إيران، إيه لكن خو غيروا سموا إيران، وإلا خو فارس أمثال ذلك زي مسألة خليها. على كل حال فالجهاد البرنامج اللي كان عدهم يرحون الإيران ويجادون نهاوند وملاير وما أول بعدين مدن أخرى، كان الإسلام ينهزي ينكسر، لكن أمير المؤمنين عليه السلام أعطاهم برنامج، هذا مخليه ببالك، برنامج للجهاد اللي تحت لواء الثاني، أعطاهم برنامج ملتفت ليكون النصر والغلبة للإسلام لا لهم. والمدرك والمصدر خطبة من خطب نهج البلاغة
لأمير المؤمنين قال للثاني عملوا فصارت الغلبة للمسلمين. شرح هذه الخطبة ابن أبي الحديد وغيره مفصل يذكرون القضية. على كل حال اللي جابوا بنات يزد جرد ملتفت إلى المدينة والقضية مفصلة، واحدة منهن صارت أم منه؟ أم الأحسد، أم الإمام السجاد. ترى المستمع ها من يصير واعي المتكلم هواية روحي تتقوى على الكلام، زادكم الله توفيقا إن شاء الله. على كل حال إذا يخليهن ببالك. ثم في هذه الحروب اللي جهاد ابتدائي بعضهم كانوا بلي هاي النقطة نسيت أبين، بعضهم بعض الشباب الجامعين هناك بإيران طبعا تزريقات قولوا لهم من الخارج أنه إذن إحنا ممنونين للثاني اللي صح حاربوا جعلنا مسلمين، لازم يصيرون ممنونين المن أي اللي اطل المنهج الصحيح، التفت المنهج الصحيح، وإلا بعد مفصل التاريخ مذكور ابن أبي الحديد ذكر غيره، تاريخ الطبري من تاريخ بلي العامة ومن تواريخهم وغيرهم. على كل حال فمخصوصا بعضهم بإذن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بعض الموارد لا كل ككل الأئمة عليهم السلام نهوا المؤمنين عن أن يذهبوا تحت لوائهم، لأنه لا يجوز الجهاد الابتدائي إلا بإذن، أقلا بإذن يؤمر يؤقلا إذن الإمام المعصوم عليهم الصلاة والسلام، غير ما يجوز. هذا الحكم الأولي ما يجوز. لكن إيش قد عندنا أحكام أقدر أقول بالأحكام ماكو بلا استثناء، ماكو كل الأحكام إلها تقييد تخصيص استثناء. صلاة ما فيها استثناء، بعض الموارد الصلاة شو تصير مو واجبة، مو إلكم يا الرجال التفت أنتوا الصلاة ما تسقط عنكم بأي حال ولو بالإيمان صلاة الخوف كذا، لكن على كل حال مع أنه صلاة قد مهمة في بعضها، صوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أخرى بالتفت، وهكذا كل الأحكام لها تقييد، أمر معروف نهي عن المنكر زكاة حج وإلى غير ذلك، صلة الرحم قولها إلى استثناء إلا مورد واحد ملتبه. أي استثناء ما بي ملتبه. شنو ذاك المورد؟ الاعتقاد بإمامتي ولايتي الأئمة الاثني عشر من أمير المؤمنين إلى مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إي ماكو استثناء ما بي. يعني شنو يعني هذه العقيدة القلبية؟ فرد مورد لا خلي قلبك بأنه مثلا والعياذ بالله مثلا معتزل عباسي امام ابدا، هاي العقيده ما بيها استثناء. حسب الاولى عقيده التوحيد والنبوه وغير المعلومه، اذا بعد واضحه عندكم.
فالمقصود أنه الاجتهاد، عفوا الجهاد الابتدائي ما يصير إلا بإذن الله، أحاديث متعددة عندنا بها استثناء، إلا من أذن، ما ورد أحادها أحاد مو عنوان، أحاد قد يأذن لهم الإمام عليه الصلاة والسلام، مثل معاونتهم. مثلا واحد يصير وزير لهارون الرشيد، مثل منو؟ علي بن يقطين، قال له سيدي ضاق صدري أنا وزيرهم، إذن لي أنه أخليه، قال له لا تفعل، فإن لنا بك أنسا ولإخوانك بك عزا، يا علي، علي بن يقطين اضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثة، إلى آخر الحديث. ما عدنا الإمام بل أوجب عليه، مو مخصوص بعلي بن يقطين، أربعة خمسة اللي بالي اللي وصل إلينا واللي أنا أدري، واللي وصل ربما أكثر، أنا ما أدعي أنه كل الأحاديث ببالي الآن يقاريه، وربما هم ما وصل إلى الأمور، غالباً أمور سرية إذن الإمام أنه يصير بلي إلهم، فربما ما أكثر من هذا، ما أكثر وصل بلي لما وصل إلينا إذن الإمام، إذن الأئمة عليهم السلام أكثر. النجاشي عامل أهواز شيعي قوي صار من قبل بني العباس، الإمام الصادق أذن له، داود بن زوربي رضوان الله عليه وعليهم، هذا بالرجال مكتوب ملتفت هم عينا مثل علي بن يقطين، عبد الله بن السنان مو هو أبو سنان، كان خازن لأموال يعني وزير مالية للعبا، وغير ملتفت. على كل حال، فمرحوم فضل بن شاذان رضوان الله عليه من أعظم رجاليين، عالم رجالي وعالم أدري ببالي أنا حوالي 300 كتاب مؤلف في الأحاديث، هذا فضل بن شاذان، قلت إن شاء الله فرد مرة على التفصيل حق على المذهب وعلينا أذكر إن شاء الله، وكان إلى توفيق خمسة من الأئمة، واستشرف بزيارة خمسة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى مهدي آل محمد. على كل حال، فيعتذر عن ملتفت وجود أبي أيوب في جيشهم، اعتذاري مرحوم بحر العلوم، تدري بحر العلوم عند كتاب رجالي خمس أجزاء الفوائد الرجالية، والمرحوم الممقاني ما يقبلون اعتذار فضل بن شاذان، ولهم الحرية في ميدان العلم، شنو بلي اعتذار؟ يقول لقلة فقه منه، هذا أبي أيوب فقه ما كان كامل، الفقه يشمل مثل هيك مسائل، ذاك الوقت قوم مرجعوا كذا، هم كان بعض الأحيان مراجع، مثلا الإمام الصادق يعين فلان مرجع، فلان مرجع ملتفت، لكن مو بترتيب اللي الآن أقول لي تقتضيه الأحكام الشرعية في زماننا هذا، ومو كل واحد قال تمرجع صار مرجع. على كل حال، جدا هنا امتحان شديد للمؤمنين اللي يتبعون يا مرجع، هذا امتحان شديد. على كل حال، لكن لا تجي بعد المجلس تقول لي المن أقلل، لا ما أجاوبك. على كل حال،
لقلة فقه منه، يعني جاه بعبارة أخرى شوي نريد عريان نبين المطلب، يعني جاه هالمسألة كان جاهي. بحر العلوم رضوان الله عليه، بحر العلوم تقوى ومعنوياته جدا قوية، وحتى التشرفات اللي ينكر التشرفات جاوبتهم قبل ذلك. هسه ما اريد ندخل في هذا المطلب، اسانيد قوية في تشرفات على كل حال، لكن معول في هذه المسألة لا تقواه ولا ورعه ولا تشرفاته، قوته العلمية بحر العلوم في الفقه في الأصول في الرجال جدا قوي، جدا قوي مخصوصا في الرجال، من أعظم الرجاليين على كل حال. فما يقبلون لقلة فقه، إنما من بحر العلوم أنا فعلا ما راجعت الفوائد الرجالية، لكن أنقل من تنقيع المقال اللي ينقل من الفوائد الرجالية. فاثنيناتهم يقولون بأنه بلي هو من نفسه قال بأنه هذا تقوية للإسلام، وإن كان تحت راية كذا تقوية للإسلام. يقبلون هذا أنه بنية تقوية الإسلام ذهب للجهاد. أنا أقبل إيد بحر العلوم، وحتى أقبل إيد ممقاني رحمة الله عليه، وإن كان أنا سيده وشيخ لرسول الله، لا يصلح تقبيل يد أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، حديث عنه لرسول الله، أما لأنه ذرية رسول الله أو عالم من علماء ملتفت علوم رسول الله وأهل بيته. على كل حال مع ذلك اللي يخطر بالبال، كلامهم صحيح ما أريد أرد كلامهم، لكن أريد أقول أكثر من هذا، قرائن قوية اللي ما أقدر كلها وبشرح وافي أذكر على المنبر، أخاف فالمرة نسمع صوت أذان الفجر ملتفت، هل لي على نحو الاختصار هذي. جدا قوي أن نقول كان إلى إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض القرائن أذكرها لكم، بعض القرائن من القرائن النبي أخبر لي رجل صالح من أصحابي يدفن بسور القسطنطينية، يعني اسطنبول الفعلي الآن صاير داخل المدينة قبره. ملتفت بلي، فيصير النبي يخبر بشهادته هناك، ثم يقول صالح إذا ما كان بإذن الإمام شلون يصير صالح؟ بإذن إمامنا الحسن عليه السلام، أيام إمامة إمامنا الحسن عليه السلام، كان سنة 51 52 53 واحد من بلي، يعني إما إمامنا الحسن أو حتى من سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لأن شهادة إمامنا الإمام الحسن عليه السلام ظهرا كان 51، شهد أمير المؤمنين حوالي 40 41. على كل حال فإمام الحسن موجود، إمام الحسين عليه السلام موجود، إذن رسول الله نفس هذا الكلام، رجل صالح هناك يدفن نفس هذا، التفت يدل على أنه
إخبار رسول الله بالدلالة الالتزامية على قول المنطقيين، وهو في العرف موجود هذه الدلالة الالتزامية، دلالة التزامية على الإذن. أبو أيوب رضوان الله عليه إجا بلي من إجا لحرب الجمل أو لصفين، ظهرا لجمل، إجا بالكوفة. اسم الراوي نسيته، موجود اسمه، يقول نزل عندنا أبو أيوب يعتلف بلي مركب ماله، فرس كذا ناقة، أكثر من مركبة كان عنده. هو إجا عندنا واحترمنا، مرحبين أهلا، قلنا ليه أنت بهذا السيف جاهدت المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، جيت تستعار بالمسلمين ويا هذا السيف؟ قللهم أمرني، إي ظهرا في قرينة هذا الكلام جواب أبي أيوب في صفين كان، يعني في يقول وياي بعد الصفين نهروان. قللهم أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدري كم مرة النبي أخبر بقضية الجمل وصفين، يعني ناكثين والقاسطين والمارقين، كم مرة أخبر النبي صلى الله عليه وآله؟ لأمير المؤمنين أخبر، لبقية أصحابه، أيكن تنبحه كلابه، هذا مخبر. على كل حال، فالمقصود أنه قال لهم أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله بقتالي ملتفت الناكثين والقاسطين والمعرقين، وقد قاتلت الناكثين والقاسطين، اجيت لي ذول الأخير المعرقين ملتفت، أمره رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المورد. هسه ذاك ما وصل إلينا، أفرض بالدلالة المطابقية قضية أمر النبي أن يجاهد المشركين تحت راية الأبو، التفت ما وصل إلينا. أولا دلالة التزامية، قلت أكو دلالة التزامية أكو، وثانياً التفت يمكن هم بالدلالة المطابقية هم قال، يعني ربما أنا قريب الإطمئنان عندي أن النبي صلى الله عليه وآله أذن له، بل وأذن الإمام المفترض الطاعة في زمانه إما الحسن عليه السلام وإما الحسين، كانوا يأذنون، لكن هذا التخصيص للعام بصورة عامة، جهاد الابتدائي لازم يصير بالعنوان العام بإذن الإمام أو تحت راية الإمام، لكن هناك مستثنيات مخصصات. على كل حال، ففرد نقطة هنا أكو أعزائي، بعد وقتهم صار قليل، بعضنا أنا ما أتعرض لهذا أخي الحبيب، لا بصورة عامة، بعضنا بالمجلس إن شاء الله مو موجود، هيا نريد بلي يعني الروحية أكو عند البعض فرد حالة نفسية، هيا يريد بلي يشوف المعايب، هي فلان شنو عنده عيب، كأنما حصل لفتح الفتوح والفتح المبين إذا شاف لفرد نقص في واحد، وهذول اللي نمدحهم، هذول اللي نمدحهم ونعتز بهم مو معصومين، ندري بعضهم كبائر ارتكبوا، بعضهم ما أريد أجيب أسماء، كبائر ارتكبوا ثم تابوا وصاروا من الصلحاء. هسه
مثال اللي أقدر أذكره يعني مناسب أن أذكره، كبيرة أكو أكثر من الكفر، بعد ذني فوق الكبيرة عم يحسبوها. وهب في كربلاء، روح نقول لي يا ليتني كنا معكم طبتم وطابت الأرض التي فيها. واحد منهم وهب، وهب عمر قضى، مو عمر طويل، شاب كان، لكن عمر قضى في شنو؟ مسيحية، نصراني مسيحي، وإجوا وتابوا. وش صار؟ التفت هناك حرم سيد الشهداء السور. وهكذا ما أريد بعد أجيب أشخاص اللي سعدنا، ربما الكفر أهون من شرب الخمر، الزنا، والواط، أمثال ذلك. لكن الكفر أكبر، أكثر وأعظم عصيانا من كل هذه الأمور. فندور على المعايب، يعني الروحية تصير عندنا فرد سولة. بالنجف نقول سولة، فرد سولة، حالة روحية اللي ها شنو النقص؟ منا ندور، منا ندور، هذا شنو عنده من نقص؟ حتى نذكر نقص. تفضل اقرأ الحديث يا أبا حسين حفظك الله ووفقك، حديث بابل. قلت أول شنو؟ النميمة. أحسن، حسنة، تخلي وقت قليل عن المعصوم. يا معصوم، أبي عبد الله عليه السلام، إمام الصادق عليه السلام، بل قال أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه، شراركم المشاؤون. هذا الحديث نقطة حديثية في سفينة البحار، مستدرك السفينة. هذا الحديث يسموه الصادقي العلوي. إذا الإمام الصادق هو يبين المطلب، صادقي جعبلي باقري وأمثال ذلك. إذا ينقل من أمير المؤمنين سموه أصح الحديث الصادقي العلوي، إذا من النبي الصادقي النبوي، وهكذا في سائر الأئمة. بل تفضل اقرأ أول الحديث. شراركم المشاؤون بالنميمة. أدير بالي يا نفس، ديري بالك، شراركم المشاؤون بالنميمة، هذا مطلب. بعد المفرقون بين الأحبة، المفرقون بين الأحبة، اللي يفرقون نميمة بين الأحبة. مؤمنات ديروا بالكم، ربما هاي المرأة المؤمنة محترمة تريد تعاون، بل هاي المؤمنة الأخرى ليش يظلموك هالقيد؟ ليش أنا بسمع أنا بنفسي سمعت منهم في حقك شنو يقولون؟ نميمة هاي شرار الناس، رجالة ميتشا. فالمرة الإنسان لا يشتبه عليه الإخلاص للمؤمن وللمؤمنة، وملتفت يحترق قلبه إلها يريد ينفعها، هذا لا يشبه بالنميمة. كثير يصير نميمة، ننوم اللي من الكبائر النميمة وإحنا غافلين. بل تفضل. المبتغون للبراء المعايب، معايب، براء جمع البريء، للبريء. وهذا صاحب مثلنا أبو أيوب بريء، ملتفت أنت تقول بأن هذا تحت راية يزيد، يزيد ما كان، قلت يوم معاوية ملك كذا. على كل حال، مع هل أمور اللي ذكرتها والمعاذير اللي بعض العلماء اللي أشارت ذكرت ذكروا عذر له، ملتفت هذا ابتغاء المعايب للبراء. والمرة الثانية أقرأ العبارة الأخيرة، المبتغون للبراء المعايب. إيه انتهى هذا سيد. خوب،
بعد كافي وقت أريد شوية من باب آخر، باب تتبع عثرات المؤمنين. ما أدري حوالي قريب 10 أحاديث به هناك بعد وقت ما لا نتتبع. هاي قضية أخلاقية، مو بالعلم، مو بالرواة فقط، في قضية العلم مسألة أخرى أدري التفت، لكن حتى في عصرياتنا ويعني مجتمعاتنا اجتماعياتنا وكذا التفت، لا نبتغي للبراء المعايب، لا نتتبع عيوب الناس، عيوب يعني مؤمنين. على كل حال أبو أيوب ما نقول معصوم، ما ندري، إحنا ما لازم لا نتبع عثرات، كان عدة ربما عثرات أخرى ما ندري، مو كل واحد ورد مدحه في الأحاديث الشريفة هذا بعد أصلا نقطة ضعف ما عنده. لكن إن الحسنات يذهبن الشنو؟ أي لا ننسى حتى اجتماعياتنا. على كل حال أرض دفن فيها صحابي صالح بتعبير رسول الله صلى الله عليه وآله صارت أرض مقدسة، فكيف بالأراضي التي ملتفت دفن فيها أولياء الله، أبناء أولياء الله؟ من أول محرم إلى الآن ما ذكرنا مصيبة طفلي مسلم ابن عقيل. الليلة خطر ببالي على التفصيل وقت ماكو، لكن فقط ملتفت بعض مصائبهم أذكر. الآن مدفونين هناك طفلي مسلم، يمكن بعضكم رايحين إلى يوكلكم زيارة، أرض مقدسة صارت بطفلي مسلم ابن عقيل اللذين هما من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو معنى العترة؟ مفصل ذاكرين بعد وقت ماكو، لكن مثل ذولا من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طفلاني غريباني مظلوماني ملتفت بيد ذاك اللعين حاري من بل كان وبيته وعرف بأنه في بيته، أجارتهم تلك الإمرأة هابلي الصالحة بس ما شافهم بل إش سوى، رفع يده المشومة لطم محمد ولطم إبراهيم. بعدين إش سوى؟ جاب الحبال، جاء بالحبال ربطهما بالحبال، ربط يديهما ورجليهما ليش تربطنا بالحبال؟ مو أجارتنا هذه المؤمن؟ نعوذ بالله إذا استحوذ الشيطان، نعوذ. بعد ما يعرف لا رحمة تبقى بالقلوب أي شيء ما. على كل حال ذيك الليلة أحدهما قال للآخر: أخي هاي آخر ليلة من عمري، خلني توادع. ذيك الليلة إلهم مثل ليلة عاشورة بالنسبة إلى أصحاب سيد الشهداء وأهل بيته بني هاشم. الله بعد شلون قضوا الليل أنا ما أدري، بعد الرواية ما تذكر. الله أكبر. من صار الصبح بل أعطى السيف بيد عبده، قالت روح على الفرات بل تحز رأسيهما وتأتيني برأسيهما. راح أخذه بالطريق قالوا له: يا عبد، مثلا هسه يا عبد يذكروا اسمه، ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله.
منو انتو؟ قالوا له احنا اطفال مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب. اطفال مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب. رمى السيف من يده وعبر من الفرات الى الجانب الاخر. قال له عصيتني؟ قال له عصيتك اذ عصيت الله عز وجل. في رواية حتى اعطى السيف بعد ذلك لابنه وقال له انت تروح هناك بلي تقتله ما وتجيبني برأسه. في الطريق قالوا له ان ما اشبه شبابك بشباب علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. من انتما؟ ممكن هذا واحد لا يقول ابن ذاك الملعون شلون يصير مؤمن؟ وش قد عندنا أمثلة بلي مصاديق لهذا المعنى. عرفوا أنفسهم. هذا هم ذب السيف، طرح السيف وطرح نفسه في الفرات، عبر إلى الجانب الآخر. ملعون قال ما يلي قتلهما إلا بنفسي، أنا لازم ألي قتلهما. إجا اللعين بيده السيف إتماما للحجة. أهل البيت كلهم صغارهم كبار إتماما للحجة. قالوا له ارحم صغرا معي في ارحم يتما نهايتي معي في ارحم قرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أثر بقلب هذا اللعين. قالوا له أمنا تنتظرنا ارحم أمنا غريبة تنتظر قدومنا. ما أثر بهذا القلب الذي قسى وصى على كل حال بلي عازم على. قالوا له شوف يا مؤمن يا شاب موعظة هنا. قالوا له هسه تريد تقتلنا أمور أخرى أم أتموا الحجة معه ما فات. قالوا له بأنه خلينا نصلي لربنا ركعتين نتزوج من هذه الدنيا. قال لهم صلوا إن نفعتكم الصلاة صلي يا إنهم بلي. فقاموا وصلوا من بعد إشكال يحبون الصلاة صلاة صلاة. أهل البيت عليهم السلام قرآن جد يأكدون على الصلاة. شباب إخواني أعزائي على كل حال بلي من بعد الصلاة شهر السير. الصغير يقول له اقتلني قبل أخي أنا ما أقدر أرى أخي مخضبا منه. كبير يقول له لا اقتلني قبل أخي. قدم محمدا وضرب عنقه وزيداه ومحمدا ومظلوما. جعل إبراهيم يتمرغ في دمه ويقول واخا ثم قدم الصغير وضرب عنقه وزيداه ومظلوما. يقول له أنا ما أقدر أرى أخي مخضبا بدمه. الله أكبر. أقول له سيدي مولاي رؤية أخيك مخضبا بدمه هذا أصعب يو رؤية أبي عبد الله الحسين أخاه العباس مخضبا بدمه. يا مخضب بدمه مقطوع اليدين مرضوض الجبين
الزعم ثابت في العين. أني قال لك هذا هذا البكاء، هذا العزاء، هذا المهدى. الزعم ثابت في العين. أجركم الله المخ زايد على الكتف يا عباس، حز حزيا يمه يبكي وخلط دمعه بدمك، حاير حاير يا ابو فاضل بلمه وسكنه تسلي الطبل باسمك، ساعة يجيب الماي عمك. عباس تسمع ما تقول زكينة. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، مع الندعو بدعاء الغريق: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج إمامنا صاحب العصر، واجعلنا وذرياتنا إلى يوم القيامة من أفضل شيعته وخير أنصاره. إلهي اكشف هذه غمة عن هذه الأمة بحضور، وعجل لنا ظهوره، ومن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. ربنا اجعل عواقب أمورنا خيرا بطفلي مسلم ابن عقيل وبباب الحوائج مسلم ابن عقيل، ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا اقض حوائج مولانا الحجة. إلهي بجاههم عليك اقض حوائج واكف مهماتنا ويسر وأصلح أمورنا واشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين، سيما المنظورين منظور منظوره، من عليهما وعليهم بالعافية الكاملة العاجلة الشاملة. من أوصانا بالدعاء بطفلي مسلم ابن عقيل المظلومين، إلهي اقض حوائجه. تقبل اللهم هذا المجلس الشريف من المؤسسين والساعين والحاضرين والسامعين ومنا بأحسن القبول، أطل أعمارهم وأعمارنا في خير وعافية مع حسن العاقبة في طاعتك وفي خدمة أهل بيت نبيك وإحياء أمرهم، وتغمد أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين برحمتك الواسعة، واغفر لهم وأبلغ أرواحهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.